السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الرباط. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 96. هذا البودكاست كنذكركم اللي كنديرو انايا باش نتحاسب مع المواطنين بصفة عامة، المواطنين المغاربة، وبالاخص مع 8048 مواطنة ومواطن اللي عطاوني هذا الشرف، اللي صوتوا عليا في صوتوا على اللائحة اللي كنت كنقودها في 2016، واللي يمكنتني انا نكون نمثلهم في مجلس النواب. فهاد الشهرين اللي دازت دابا البرلمان، الجلسات العامه ما كايناش في البرلمان حيت حنا بين دورتين، ولكن ما كيعنيش بان البرلمان كان خصو يكون واقف ما يدير حتى شي حاجه في البرلمان. بالعكس، كان من الممكن اللجان تنعقد، رؤساء اللجان يجمعوا، كل واحد يجمع اللجنه ديالو. مثلا انا عضو في اللجنه الماليه، كان من الممكن السيد الرئيس اللي هو عمده مكناس يجمعنا ويناقش معنا، ولا نناقشوا عدد ديال المواضيع، منها مواضيع اللي طرحتها انايا. مثلا كنت طرحت واحد الطلب ديال مهمه استطلاعيه حول المدرسه الخصوصيه في المغرب، باش نعرفوا واش كيدير، الاسعار، الاثمنه اللي كتطبق، واش كيحترموا القانون، واش كيخلصوا الضرائب، عدد الاشياء. مع الاسف الشديد هادشي ما دارش لا في اللجنه الماليه لا في جميع اللجان، على حسب علمي حتى شي لجنه ما انعقدت في هاد الفتره. فانا بدوري كنائب برلماني اللي كنحاول نقوم بالواجب ونتحمل مسؤوليتي، عندي جوج ديال المهام. مهمه اولى هي مراقبه العمل الحكومي ومساءله الحكومه، اللي كنطرح اسئله تبان لكم في البلوك، كاينه كلها في البلوك، منها اسئله اللي عاد طرحت هذه في الاسبوع الماضي، واحده حول واتزم هي كتبان لكم، والغاء واحد المحطه القطار اللي هو تناقض بين الخطاب ديال الحكومه اللي كتكلم على العداله المجاليه والممارسه الحقيقيه اللي كيسدوا في المناطق البعيده ولا في المدن الصغرى حتى المحطه القطار اللي كانت سابقا. هذا من الاسئله، وكنطرح السؤال على السيد الوزير المعني بالامر. اسئله اخرى ممكن تبان لكم. الجانب الثاني اللي كيتعلق بالتشريع، هذا دور كل برلماني على حده عنده، ممكن له يقدم مقترحات قوانين ويقدم تعديلات، ملي كيتحطوا مشاريع قوانين. مثلا هذا المشروع اللي دابا بزاف الناس كيتكلموا عليه، مشروع قانون ديال تعديل القانون الجنائي 10/16، فكان الاجل كان 20 شتنبر باش يتحطوا التعديلات على داك مشروع القانون ديال اللي تحط في 2016. هو اصلا راه قديم بزاف هذا القانون، كان تعيلي كتبوا سي راميد مي كان وزير العدل، وتحط وما تناقش. كان الاجل دوك انا كنت مجد للتعديلات ديالي، ما نعطيها لكم حتى يكون يعاود يحدوا الاجل، باش كنحترم انا المؤسسه، باش المؤسسه هي البرلمانيين الاخرين هما اللي توصلوا بهم الاولين، ولكن نعطيكم انا بشفافيه تامه. يمكن لي نقول لكم في هذا الموضوع، هي انا اعتبرتها فرصه باش نقترح بعض الامور اللي مهمه بالنسبه ليا، لإلغاء ولا حذف عدد ديال المواد اللي كتعلق اللي كتضرب في الحريه الفرديه، فمنها 489 490 491، هادو كلهم اقترحت الالغاء ديالها بكل شفافيه، وكنتحمل انا مسؤوليتي التامه. ولكن بالمقابل كذلك كاين اشياء في القانون الجنائي اللي ما عجبانيش. القانون الجنائي الحالي هو مثلا العقوبات اللي مطبقه على الجرائم ضد الاطفال، مثلا كنعتبرها انا غير كافيه، فدرت انايا مقترحات لتشديد دوك العقوبات. مثلا في اغتصاب الاطفال مشيت انا اقترحت المؤبد، السجن المؤبد، هو ما كان غير شي 10 سنين ولا 15 عام. انا بالنسبه ليا واحد اللي كيغتصب طفل خاصو يتعاقب حقيقيا، باش هادشي ما يبقاش عندنا في المجتمع. فانا تعاطيت مع هذا المشروع قانون، اعتبرته فرصه باش نقدم تعديلات اولا لضمان الحريه الفرديه، ونعتبره كل مواطن رشيد هو مواطن حقيقي ماشي قاصر، ومن جهه اخرى تشديد العقوبات على الجرائم ضد القاصرين، هذه من اجل حمايه المجتمع، باش كذلك يتفتح هذا النقاش في وسط المجتمع. حنا خصنا نعتبروا بان حنا هاد المواطنه اللي بغينا نبنيوها خصنا نحترموا ونديروا الثقه في الراشدين ونحميوا القاصرين. هذا هو المنطق اللي مشيت به في عدد المواضيع، وما يتحط اجل جديد ديال هاد طرح التعديلات هنعاود نناقش الموضوع. وانا سعيد شفت بان المجتمع
كيتحرك، كاين بعض الجمعيات وبعض جزء من النخبه اللي تحرك في مساله مثلا الاجهاض. هذه كذلك هي من المقترحات اللي خصنا نحترموا المراه، نعطيوها حقوق. المراه خصها تتحكم، هي اللي تتحكم في الجسد ديالها، ماشي المجتمع هو اللي يتحكم في الجسد ولا الدوله تتحكم في الجسد ديال المراه. فانا كنحيي هذوك المواطنات والمواطنين اللي تحملوا مسؤوليتهم وخذوا مواقف. راه المجتمع ما كيكون حي الا ما كتكون النخبه وجميع المواطنين وعدد المواطنين اللي كيتحركوا كياخذوا مواقف، بما فيها مواقف اللي يمكن تناقض ولا ما تكونش متفق عليها الاغلبيه الساحقه. هذا هو المفهوم ديال مجتمع حي. فهادو من الاشياء. من جهه اخرى قريت بزاف في هذه الفتره تقارير ديال المؤسسات ديال الدوله المغربيه، منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي كيخرج عدد ديال التقارير، تقارير تقديمه واحدة حول الجبايات كانوا خرجوا لي مهمه اللي كتلائم مع داكشي اللي كنقترح انا. مثلا ملي كان كل عام كنجي كنقترحكم ضريبه على الثروه معقوله، ماشي ضريبه قاسيه، ضريبه ولا مساهمه للاغنياء من اجل اصلاح التعليم. زعما كنعطيو نخلقوا واحد الضريبه باش نصلحوا شي حاجه، ماشي ضريبه من اجل الضريبه. كذلك ضريبه تصاعديه على الارث. هادو من الاشياء اللي كاينه في العالم كله، الدول اللي تقدمات طبقات هذوك الضرائب بواحد الغرض معين لتطور البلاد. فاحنا في حاجه الى اليوم الى استثمار حقيقي في مجال التعليم، فخصنا مجهود يدار في وسط المجتمع وبالاخص من طرف اثرياء الوطن. فهذا الشيء نرجع ليه حيت قربنا نوصلوا لمناقشه قانون الماليه ما يجي في خر شهر اكتوبر ان شاء الله. تقارير اخرى، تقارير ديال المجلس على الحسابات كل عام ولا فوق ما كتجي كنتكلم عليها انا في هذا البودكاست وفي منابر اخرى. المشكل ديال هذه التقارير هي شنو كنديروا بها، الحكومه اش كدير بها، البرلمان اش كيدير بها. هذا هو الاشكال، ما هي التقارير في محلها. وانا كنقيل نقولها وكتجعلني انا ملي كنقراها، حيت عندهم امكانيات باش يديروا تقصي يشوفوا الحقائق اللي كاينه في مؤسسات معينه، كنطرح اسئله، كنقترح مهمات استطلاعيه انا في البرلمان في هذوك المجالات. فانا كنحاول كنائب برلماني نتحمل مسؤوليتي. اليوم بغيت نتكلكم غير سالو تقراو واحد التقرير تفصيلي حول مركز استشفائي اللي كاين في الدار البيضاء، ولكن بلا هو ماشي غير الدار البيضاء، المراكز الاقليميه تقريبا كلها كتعاني من نفس المشاكل. من هذا المشكل ديال الفارماسي، ها انتم كتشوفوا الفارماسي الادويه اللي كومونداوها في 2016 مازال ما وصلت منا حتى شي حاجه مثلا، ولا ديال حتى ديال 2011 ولا 2012 يلاه جزء قليل منا. فكيفاش مستشفى اقليمي ولا مركز استشفائي اقليمي يمكن له يخدم بلا الادويه؟ هذه من جهه. من جهه اخرى شوفوا هاد الجراحيين في هذاك المركز الاستشفائي، هاد لقاو استشفائيين. انا نقلب عليها باش يكون الامور تكون واضحه، وشوفوا حتى نتوما معايا هذا كتلقاو هذا في التقرير كيتكلموا حاطين بالاسماء غير الحروف الاولى ديال الاسماء ديال هذوك الجراحيين. كتلقاو واحد الجراحي اللي دار 107 عمليه في السنه، واحد اللي دار 33، واحد اخر دار 55، واحد دار 0. وفين هو داك اللي دار 0؟ وحتى هذاك اللي دار 33 وعلاش دار غير 33؟ فين خدام؟ واش كيدوز 8 سوايع في النهار، واش كيخدم 8 سوايع في النهار، ولا كيخدم بساعه ولا ساعتين؟ هادو من الامور اللي خاص المسؤولين الحكومه ولكن كذلك البرلمان يمشي يقلب فيها باش ياخذ تدابير باش نصلحوا هذا الشيء. اما تبقاو يبقاو تقارير وكل عام يجي تقرير ونسكتوا عليه، ما عنده بالنسبه لي ما عنده حتى فائده. بون هادو هما التقارير اللي قريت، وعدد ديال التقارير كاينه في المواقع الالكترونيه ديال هاد ديال المجلس على الحسابات. باش ما نطولش عليكم بزاف كما جرت العاده، نتكلمكم على شنو الكتب اللي كنقرا ولا قريت. هاد الصيف قريت بعدا كتب قديمه ديال فرنسا ديال موريس دغيون، الملوك الملعونون، هذا حول القرن 14 في فرنسا. روايات هذه. وكنقرا حاليا كتاب مهم بزاف كاع اللي كيهتم بالاقتصاد والسياسه بصفه عامه على المستوى الدولي، قرا توما بيكيتي كابيتال ايديولوجي، الراسمال والايديولوجيا. كتاب مهم بزاف اللي بعدا انا
كيتقفني وكيعطيني افكار في ممارستي للسياسه والطريقه باش كنتعامل مع السياسه، وبصفه خاصه في هذه الامور اللي كتعلق براس المال والمساهمات المطلوبه من اثرياء الوطن اللي بغينا نقدموا هذا الوطن. نعطيكم مثال، هو غراف خارج من هذا الكتاب حول السويد. شوفوا السويد المستوى ولا النسبه ديال اللامساواه كيفاش كانت في السويد في القرن 19 وكيفاش ولات في اواخر القرن 20. كيبان لكم بان القضيه ديال اللامساواه ولا العداله الاجتماعيه ماشي قضيه ثقافيه، هي قضيه اراده، هي قضيه كتعلق بالاراده السياسيه. فكانت ما كانش الاراده السياسيه في السويد في القرن 19، ولات في القرن 20، جعلت السويد تطور وتولي من احسن البلدان في العالم في هذا المجال. حاجه اخرى اللي تصنت عليها بزاف وهذه كنشجعكم تمشيو لها، وهي غاديو معارف عن رضا علالي، هو اللي انتج هذا غاديو معارف، واحد الموقع الكتروني تصنتوا على واحد البودكاست، بالاخص بودكاست اللي كتعلق بالتاريخ، فيها اشياء جميله مع واحد الاساتذه جامعيا مؤرخين مغاربه، وبالاخص واحد اللي عاد اكتشفته هنايا هو السي القادري هنا في جامعة محمد الخامس، اللي كيتكلم على التاريخ المغرب المعاصر في القرن 19 كذلك. كاين واحد البودكاست اللي كيتعلق بالتاريخ ديال مدينة الدار البيضاء، تاريخ ديال الأندلس، تاريخ الحشيش مثلا. قراو سيرو، ماشي تقراو سيرو، تصنتوا هذا البودكاست جميلة وعجيبة بالنسبة لي أنا. تقفت عدد الأشياء ما كنت عارفها فهمتها ولا عاد اكتشفتها مي تصنت على هذا البودكاست. فوالا موسيقى، ديما كان موسيقى عن هوبا هوبا سبيريت، هذا من الألبوم، كان الألبوم الأخر ديالهم، جميلة جدا كتعجبني، ديما كانت تصنت على الموسيقى. فشكرا، وأنا سعيد اللي رجعت لكم رجعت للبودكاست. عدد الناس كانوا كيسولوني، أنا رجعت دابا البودكاست اللي هو آلية للمحاسبة، محاسبة والمحاسبة والمحاسبة. فأنا كنعتبر بأن هذه ماشي مهنة كبرلمانية، هذه مهمة عطوها للناس ضمانة، فخاصني نتحمل مسؤوليتي ونبقى وفي لهذاك الشيء اللي وعدتهم به. أنا لحد الساعة كنعتبر كنقبل الانتقادات، ولكن غنبقى نتحاسب أنا على هذا الشيء اللي كندير. شكرا، بسلام عليكم. On TV or a new zombie movie, Britain show, she has a zwinner.